اللهم افتح لنا فتوح المخلصين، اللهم اجعلنا من علمائك العاملين، واجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.